منا صباح الهنا وسعداء بوجودك معانا، بقالك فترة مش معانا في 10 الصبح، اتفضلي. عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، وحشتوني اكيد. بصبح كمان على كل مشاهدي ومتابعي شاشة النادي الاهلي في كل مكان. خلوني بس في البدايه ابارك لاسره قناه النادي الاهلي ولكل متابعي ومشجعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وابارك لنا جميعا فوز قناه النادي الاهلي كافضل قناه رياضيه لعام 2023 في استفتاء وشوشه. وطبعا هنتهز نفس الفرصه وابارك لك يا نهاوند بشكل شخصي على فوزك طبعا كافضل اعلاميه رياضيه ل 2023، ده اكيد عن استحقاق. بتمنى لك التوفيق كله، مش بس السنه دي، لكل السنوات اللي جايه باذن الله. خلونا نبتدي بقى النهارده اخبارنا، ويعني يمكن من الساعه 10 مساء امس تحديدا ولا صوت يعلو فوق صوت مباراه يوم الجمعه للنادي الاهلي باذن الله مع اتحاد جدة السعودي بعد فوزه اكيد على اوكلاند سيتي بنتيجه 3 اهداف مقابل لا شيء. معنويات او يمكن كل الاخبار اللي جايه لنا من السعوديه بتقول ان معنويات النادي الاهلي عاليه، في حماس شديد، في تركيز وجديه شديده في التدريبات. امبارح كان تدريب مفتوح، كان اول مران للنادي الاهلي في السعوديه، كان تمرين مفتوح للاعلاميين والصحفيين، وبشكل جدي اكتر هيبدا تدريب النادي الاهلي على خطه مباراه يوم الجمعه. ويمكن انا متواجده من الصباح الباكر النهارده في النادي، وكان في اكتر من ترابيزه بيتفقوا مع بعض، في عدد كبير من اعضاء النادي موجود، فكانوا بيتفقوا مع بعض ان يوم الجمعة هيجوا مع بعض، بيرتبوا مع بعض ازاي هيحضروا ويشاهدوا المباراة هنا. ودي طبعا الخدمة اللي بتقدمها إدارة النادي الأهلي في مقر النادي الرئيسي هنا بالجزيرة أو في كل فروع التجمع مدينة نصر والشيخ زايد، من خلال شاشات عرض ضخمة وكبيرة وعدد كبير جدا من الكراسي. يعني بتكون الأجواء بمثابة استاد صغير كده أو ملعب كبير بيتفرج كل مشجعي و أعضاء النادي الأهلي على المباريات الكبرى. أتمنى التوفيق لفريقنا بإذن الله، وأتمنى أن الكل يروح أن هو يكون سعيد ومبسوط بعد فوز إن شاء الله على اتحاد جدة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله. خلونا نبتدي بقى أخبارنا أو ننتقل ونروح لأخبارنا وأخبار الفرق الرياضية المختلفة ورجال كرة الطايرة. يمكن الفترة دي أو الكام يوم دول تدريباتهم على فترتين بشكل جدي جدا، الساعة 10 صباحا أنا كنت شايفة اللعيبة كانوا داخلين من الساعة 9 تقريبا الصبح من بوابات النادي، والتمرين التاني بيكون الساعة 6 مساء. ده استعداد طبعا قوي لرجال كرة الطايرة لاستعداداتهم لمبارياتهم اللي جاية إن شاء الله يوم السبت، هتبقى على صالة الشهداء مع نادي الترسانة. كمان سيدات كرة الطايرة بيستعدوا برضو الفترة دي بشكل جدي جدا لمباراتهم مع وادي دجلة يوم الاثنين القادم ان شاء الله، برضو هتكون هنا في النادي لكن على صالة الشهداء. نكمل بقى اخبارنا ورجال وسيدات كرة اليد دلوقتي يا كريم ويا نهاوند، هما في حالة توقف دولي بسبب مشاركة كل اللاعبين في منتخبات منتخب مصر للسيدات أو للرجال. السيدات هيعودوا الشهر الجاري إن شاء الله تمريناتهم الطبيعية ولكمان المباريات للنادي الأهلي الشهر ديسمبر الجاري، ولكن الرجال هيعودوا في شهر فبراير، وده طبعا بعد ما تنتهي بطولة كأس الأمم الإفريقية واللي هتقام هنا في مصر في الفترة ما بين 19 ل 29 يناير. امبارح مدرب منتخب مصر الاسباني خوان كارلوس كان اعلن عن قائمه منتخب مصر واللعيبه اللي هتشارك ان شاء الله، واللي بداوا بالفعل امبارح معسكر البطوله. كان اختار 13 لاعب من صفوف النادي الاهلي، خليني اقولهم لكم: ابراهيم المصري، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن فيصل، عبد الرحمن طه، عمر كاستيلو، احمد سيسا، محسن رمضان، احمد عادل، ياسر سيف، محمد مجدي، احمد خيري، محمد لاشين، وبلال ابراهيم. طبعا عدد كبير، 13 لاعب من صفوف النادي الاهلي بس في معسكر منتخبنا لكرة اليد، هو عدد كبير. بتمنى اكيد كل التوفيق، ان شاء الله يكونوا قد هذه المسؤولية، ان شاء الله يكون في بطولة كبيرة ان شاء الله بما انها تبقى على اراضي مصرية، ان شاء الله كل التوفيق ليهم.
وسيدات كرة السلة. يمكن الفترة اللي فاتت كان عندنا 3 أسابيع فاتوا من آخر بطولة كانت أحرزها لاعبات سلة الأهلي بقيادة المدير الفني طبعا كابتن طارق خيري. كان عندهم 3 أسابيع من التوقف من كل المباريات، وبعد كده النهاردة إن شاء الله هتبقى أول مباريات في بطولة منطقة القاهرة الساعة 6 مساء على صالة طلائع الجيش مع مصر للتأمين. دي أول مباراة النهاردة في بطولة منطقة القاهرة، وعودة إن شاء الله تكون حميدة. بعد مباراة اليوم إن شاء الله والنهاردة الفوز اللي بتمنه لهم أكيد هيكون لسه عندهم 3 مباريات في المجموعة اللي بتقع فيها نادي الأهلي، هما نادي هليوبلس، الشمس، وآخرهم هتبقى مباراة نادي الجزيرة بإذن الله. مش بس السيدات السلة، كمان الناشئات والناشئين. الناشئات كمان أحرزوا امبارح فوز في بطولة منطقة القاهرة أيضا، أحرزوا الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 60-47، ودي كانت زي ما قلت لكم ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. بتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى النهارده توفيق لسيدات السله في مباراتهم النهارده، وبتمنى اكيد كل التوفيق للعيبه النادي الاهلي في مباراه يوم الجمعه القادمه. ان شاء الله يوم الاحد نبقى بنبارك لبعض كده ومبسوطين ان شاء الله بالنتيجه. دي كانت كل اخبارنا النهارده من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، وانا معاكم في اي استفسارات ثانيه الكلمه تعود اليكي مره ثانيه. اتفضلي يا نهاند. من حقيقه تغطيه رائعه، ويعني ويلكم باك زي ما بيتقال، ونشوفك ان شاء الله دايما معانا. شكرا ليكي جدا.